فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا التحيات لله والصلوات والطيبات في التشهد، هل صحيح أن التحيات اسم لطائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات؟ هذا مزين، الله أعلم، ما أدري من اللي مزينه. تحيات التعظيمات، تحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.